موضوع اقتصادي مهم جدا، وبعد ما تم الغاء الشهادات اللي ب 18% توقفت تماما، النهارده بنك ناصر بيعلن عن شهادات جديده 15%، ودي هتكون بعائد سنوي، وشهادة تانية 14.25%، ودي هتكون بعائد ربع سنوي، يعني تقدر تاخد الفوائد بتاعتها كل 3 شهور، وكمان شهادة 14% بعائد شهري أو شهري. خلينا نقول لحضراتكم دي أحدث الشهادات اللي أعلن عنها النهاردة بنك ناصر، وتعتبر دي الأعلى، يعني 15% دي أعلى شهادة حتى الآن تم الإعلان عنها من كل البنوك. يعني عندنا بنك الأهلي أو بنك مصر بعد ما أعلنوا توقف الشهادات 18%، الشهادات اللي أعلنوها كانت 14%. تعالوا نعرف بقى حكاية الشهادات، وليه وقفوا 18% وال 14 و 15%، دول هل هم يعني أي حد عايز يدخر فلوسه في البنك هيكون بيستفاد منهم ولا لأ؟ كل التفاصيل دي هنتعرف عليها من خلال الأستاذة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال. مرحب بيكي أستاذة حنان. مساء الخير يا سينا. مساء الخير يا مايكل. مساء النور. بنرحب بحضرتك معانا، وعايزين بداية كده نفهم ليه 18% قرر البنوك ان هم يوقفوا اصدار الشهادات 18%. بصي، هو طبعا احنا بعد التغطية العالية جدا لشهادة 18% وتحقيق الهدف منها اللي هو منع الدولارة، يعني ابتدت الدولة تفكر في عوائد داخلية أخرى بأزمنة أخرى عشان تخاطب فئات المتدخرين. في بعض الناس شايفين ان هي 18% ومدتها عام، لا دي غير كافية، في ناس بتحب ضمان أكبر بفترات أطول، فالبنك أتاح لهم الاختيارات على حسب بقى إيه المده الادخاريه اللي بيقدر فيها المواطن يربط فيها فلوسه في البنك. طبعا شفنا معدلات فايده مختلفه، النهارده بنك ناصر بيتكلم على 15%، بنك الاهلي بيتكلم على 14.5 وفي 14%، بس كل الرينج اعلى طبعا من ال 12 وال 13%، لان طبعا لما اتحسب التضخم واتحسب فايده البنك لقوا ان فايده البنك بالماينس قدام يعني بالسالب قدام التضخم. بتحاول برضه الدوله ان هي تعمل توازن عشان خاطر يعني مكافحه التضخم، لان عندنا الفكر في مصر هو فكر ادخاري وليس فكر استثماري، يعني من النادر جدا انك تلاقي حد مثلا ياخد فلوسه يقول لك ايه طيب انا اروح اعمل بيها مشروع او اعمل بيها حاجه فرديه كده ليا ولعائلتي تدر عليا عائد، من ثقافه المواطن المصري هو موضوع الادخار وياخد فايده، والدوله هي اللي تشغل والبنك هو اللي يشغل ويجيب العائد ياخد يعني فايدته، والمواطن ياخد الفايده بتاعت ربط الفلوس. طبعا عايزين برضو نميز حاجه، ان بيبقى كل ما تطلع اسعار الفايده بيبقى مش ده مش تيسير نقدي، ده بيبقى سياسات تشدديه نوعا ما امام التيسير النقدي، لان التيسير النقدي معناه خفض اسعار الفايده لاتاحه فرص استثماريه في اوجه اخرى، وبرضو لازم نعرف ان ارتفاع اسعار الفايده بيعمل ارتفاع ثاني في الاسعار ويعمل ارتفاع وممكن يؤدي الى تضخم زياده، بس تكون الدوله حاسباها بطريقه يعني بتدخل مدخلات كثيره، منها تضخم، منها معادلات التشغيل، منها هل رفع سعر الفايده يؤثر مثلا على تناسق اذون الخزانه اللي هي ادوات الدين، تاثيرها على البورصه وسوق المال، طب تاثيرها على المشروعات الصغيره، طب تاثيرها على الصادرات من الخارج، الواردات من الخارج، فكل دي تبقى قدام البنك المركزي في اختياره، ولما بيلجا لرفع اسعار الفايده بيبقى ده حل هو شايفه ان هو حل مؤقت وسريع لاحتواء ازمه. طيب الشهادات يا استاذه حنان اللي دلوقتي موجوده ب 14 و15% ولكن لمده 3 سنين، دلوقتي اي مواطن ما لحقش مثلا يشتري شهادات ال 18 او دلوقتي عايز يدخر في شهادات في البنك، هل هي بتوازي ال 18% اللي كانت لمده سنه، ولا الربح او العائد اللي بالنسبه للشخص اللي هيدخر فلوسه هيكون اقل؟ بصي، هو يعني لو حسبناها بالمنطق هنلاقيها ان هي بتساويها، ليه؟ لان دي ممتده الفتره وبرده بيبقى داخل جواها ممكن ارتفاع في معادلات التضخم، بس هي معطيه يعني عائد
ثابت اللي هو كل سنه هياخد الفايده اللي هو البنك وعده بيها. ال 18% هي لمده عام، فانت لما هتيجي بعد نهايه العام هدفها هتتحاسبي على اسعار الفايده العاديه لغايه ما تدخلي الشهاده في وعاء ادخاري جديد على حسب بقى اللي هيبقى معلن ساعتها. يعني وعايزه برضو ايه نصحها بس معلومه، ما نقولش الدوله لغت شهادات 18%، هي وقفت الدخول فيها. أيوة. يعني اكتفت بالمبالغ الماليه اللي تم ادخارها في هذا الوعاء الادخاري وقفلت خلاص باب الدخول فيه وفتحت ابواب للادخار في اوعيه ادخاريه اخرى بفايده ثانيه، لان في ناس كثيره خافت قالت لا يعني ايه يعني مش هيدونا 18%، لا هيدوكوا 18% في نهايه العام لما يخلص الفتره بتاعه الشهاده. تمام. طب استاذه حنان، لما نزلت الشهادات ال 18% لقينا اقبال كبير جدا عليها، يعني فهل برضو هل نفس السيناريو ده حصل في ال 15%، او يعني في ردود افعال مبدئيه بتقول كده الناس هتقبل عليها او لا؟ لا مش هتقبل على نفس القبول، لان طبعا الثانيه كانت جايه في وقت مصيري جدا اللي في ارتفاع حاد في التضخم، وطبعا 18% كانت مغريه جدا يعني لو نسبتها لفايده البنك. وبعدين هي في لما يعني الناس دخلت فيها كانت الاول طبعا عليها زخم جامد وكان عليها اقبال وزحمه، ولكن بالفتره الطويله اللي هي سنه الدوله باب الذكر فيها مفتوح انفست السيوله المتواجده في يد المواطنين. انما لما هي يفتح بقى الاوعيه الاخرى اللي ما لحقش في 18 بس هم هيبقوا عدد قليل مش عدد كبير، يعني ما يتهيأليش ان هو هيبقى بنفس الكثافه اللي حصلت في موضوع 18% اللي عملت يعني جمعت حصيله اكثر من 650 مليار جنيه في الفترة اللي هي تعتبر شهرين. يعني دايما بتبسط لنا الأمور يا أستاذة حنان وبتشرح لنا الموقف الاقتصادي بكل تفاصيله، وشرفتينا الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، بنشكرك على كل التفاصيل.